تعرف انه بامكانك تصميم خلفيات باضاءة RGB متفاعلة مثل هاي الخلفيات وبدون اي خبرة. بالبداية تحتاج لتثبيت برنامج Armory Create، بامكانك نحمله من موقع rog.asus.com. بعد تثبيت البرنامج نفتح البرنامج، هاي واجهة البرنامج، نضغط على هذا الخيار ميزات، ثم الخيار الثاني Content Platform، ثم هذا الخيار Aura Wallpaper. تظهر لجميع الخلفيات الموجودة ضمن البرنامج، كل هاي الخلفيات بإضاءة RGB متغيرة. عشان تستخدم أي خلفية من هاي الخلفيات فقط تضغط على تنزيل. إذا ضغطنا على خيار الأجهزة راح يظهر عندي Aura Wallpaper، هذا التطبيق إذا ما كنت مثبته راح يطلب منك تثبيته. نفتح التطبيق، هاي جميع الخلفيات سواء الخلفيات اللي صممتها بنفسي أو الخلفيات اللي نزلتها بإمكان استخدام أي واحدة منها. والآن ننتقل للموضوع الأهم وهو موضوع الفيديو، كيف نصمم هاي الخلفيات. من هذه النافذة نضغط على Design Wallpaper، يفتح عندي تطبيق Aura Wallpaper Creator، طبعا راح يطلب منك تثبيته كونك منت مثبت هذا البرنامج من قبل. راح أكبر النافذة ونشرح عمل البرنامج. أول شيء نحتاجه تحميل صورة للخلفية، نضغط على هاي الأيقونة، ممكنك تحمل أي صورة وراح أختار هاي الصورة مثلا، ممكنك اختيار القياسات أو القياس اللي نزلت به الصورة، نضغط موافق، هاي الصورة. أول أداة وأهم أداة هي هاي الأداة وهي لتحديد منطقة التعديل. مثلا راح احدد بدي اعدل السماء، راح احدد هاي المنطقه فقط. في حال ما تحددت بشكل كامل نضغط على هاي الاداه بامكان التحكم بحجم المنطقه. نتعرف على الادوات، اول اداه هي القلم بامكانك استخدامها للرسم، طبعا بامكانك تتحكم بحجم الاداه، تختار حجم البكسلات، وايضا بامكانك تتحكم بالشفافيه، كل ما كانت اقل الشفافيه تقل. وايضا في عندك خطوات الرجوع، اذا رسمت شيء خاطئ بإمكانك التراجع عن التعديل الأخير أو بإمكانك التقديم. من أهم الأدوات أيضا الأداة السحرية، هاي الأداة بإمكانك تحدد أي لون بالضغط، تتحدد جميع الألوان المشابهة لهذا اللون في كامل منطقة الإطار. بهذه الطريقة اللون الأخضر هو اللون اللي راح يتغير. مشاهدة التعديلات نضغط على Preview، مثل ما تشوفون صار لون السماء يتغير، وإمكانك تشوف تغيير اللون سواء قوس قزح أو بهاي الخيارات. ومن ضمن البرنامج بعد حفظ الخلفية بإمكانك تتحكم بتغييرات اللون في عدة أنماط، 5 أنماط. أيضا في أداة التحديد المغناطيسي مشهورة هاي الأداة، للأسف غير عملية جدا. وأيضا توجد أداة الكتابة بإمكانك كتابة أي نص، بإمكانك تتحكم بحجم النص، بإمكانك تتحكم بأنواع الخطوط. معلومة مهمة، إذا كنت بدك تكتب بإمكانك تحدد المكان بالأول، بعدها تضغط على خيار الكتابة تنقر ضمن المكان تكتب ثم هاي الكلمة. مشان نتحكم بالكلمة مثل ما تشاهدون على اليمين يصير بعندي أتحكم بالشرايح، إذا ضغطنا على هاي الشريحة إذا بدي أغير مكان الكتابة ما راح يتغير، يتغير مكان الصندوق. لتغيير مكان الكتابة ننقر على هذا الرمز فصار بإمكاني تغيير مكان الكتابة وتكبيرها ونقلها. مراجعة، مثل ما تشوفون صارت تتغير الكتابة. طبعا الأشخاص اللي يشتغلون على الفوتوشوب بإمكانك تصمم الصورة كاملة بالفوتوشوب، ويفضل تكون الألوان متباينة، وبعدها بإمكانك تغير الأنماط. وأيضا من الأدوات الهامة هاي الأداة اللي تمكنك من رسم أشكال، مثلا بدك ترسم نجمة أو بدك ترسم سداسي أو مستطيل أو مربع أو دائرة. وأيضا بإمكانك من خلال هذا الرمز إضافة أي شكل موجود عندك بالتنزيلات، مثلا على سبيل المثال في عندي هذا الهلال، بإمكاني رسم أي شكل موجود كصورة بينج. راح أضيف صورة ثانية، هاي الصورة. طبعا لما تكون الألوان متباينة يكون التعديل سهل، لكن لما تتداخل الألوان يحتاج الأمر لبعض الدقة، فلذلك نحتاج أن نحدد منطقة أقل. كل ما كانت المنطقة أقل تكون النتائج أفضل، كانت تتحكم بالمنطقة. مثلا بدي ألون هذا الإطار، أيضا بإمكانك التكبير تكبر أو بإمكانك تصغر عشان تتحكم بسهولة. مثلا استخدام الأداة السحرية مثل ما ذكرت لكم، بإمكانك تزيد الحجم
وتزيد الكثافة، مثلا راح استخدم كثافة 30%. نضغط على اللون مثل ما تشاهدون صار باللون الأخضر، وإذا ضغطت مرة ثانية راح يصير أكثر كثافة مثل ما تشاهدون صار الإطار يتغير لونه. مثلا بدي أتحكم بهاي الإضاءة، ممكن نحدد هاي الإضاءة فقط، ممكن نكبر من خلال الأداة السحرية. بإمكانك تضغط على اللون مثل ما تشاهدون صار التغيير. طبعا هاي الأمور أعملها بسرعة، لكن أنت تحتاج تكون أكثر دقة، بإمكانك تتحكم بالأمور اللي بدك إياها بكل سهولة. أتمنى يكون الفيديو مفيد ويكون الشرح واضح، وإذا كان بيدكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوا لي بالتعليقات أو تواصلوا معي على الخاص، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.